تعرضت الأردنية لين الصعيدي التي عرفت في طفولتها من خلال قناة طيور الجنة لانتقادات حادة بسبب إطلالة جريئة نقلتها من المراهقة إلى الشباب بصورة اعتبرها البعض غير ملائمة لعمرها. واستعرضت لين الصعيدي إطلالتها الجريئة من خلال مقطع فيديو وصور شاركتها عبر حسابها على إنستغرام، مما عرضها لموجة من الانتقادات الواسعة. واختارت لين فستاناً باللون الأزرق من قماش الستان بقصة ضيقة وفتحة جانبية ضيق على الخصر وتطريز جانبي لامع، كما رفعت شعرها في تسريحة بسيطة، لكن البعض أكد أنها جعلتها تبدو أكبر من عمرها، إذ تعتبر هذه التسريحة من التسريحات المفضلة للعرائس في حفلات زفافهن. وارتدت نجمة طيور الجنة صندلاً مفتوحاً باللون الفضي، واختارت حقيبة يد لامعة وصغيرة مناسبة لشكل الفستان، كما ارتدت طقم مجوهرات فضي اللون عبارة عن حلق طويل متدلي وعقد حول الرقبة. وعرضت الإطلالة التي اختارتها لين الصعيدي لانتقادات كبيرة من جمهورها، حيث عبر البعض عن صدمتهم بسبب التحول المفاجئ لنجمة طيور الجنة التي اعتادوا عليها في عمر الطفولة، بينما أبدى البعض اعتراضه على إصرار لين على تكبير عمرها عن العمر الحقيقي، خاصة مع أوضاع التصوير وشكل التسريحات والمكياج التي اعتبروه غير ملائم لعمرها. ومن ناحية أخرى عاتب بعض المتابعين لين على جرأة إطلالتها، خاصة وأنهم قد اعتادوا عليها بأعمال ملتزمة لقناة طيور الجنة، وقالوا: حلوة بس ترى أنت طفلة، أبدا اللبس والحركات مو مناسبة لك، بعدين وين راحت أناشيد طيور الجنة والالتزام؟